ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن يوسف ثنيان، لاعب المنتخب السعودي والهلال السعودي سابقا. كابتن يوسف مرحبا فيك وعظم الله أجرك. أنا والله مساك الله بالخير أخوي فيصل، وأجرك الله يرحمه ويغفر له يا رب يا كريم. كابتن يوسف، كلمنا عن علاقة حمادة معكم كلاعبين. أنا طبعا مسميه صاحب الابتسامة دائما، يعني الرجل صراحة محب وعاشق لشيء اسمه الهلال، ودائما متابعته طبعا هو شخصيا، متابعة الفريق في أي مكان سواء كان في الرياض أو خارج الرياض. فالرجل صراحة يعني غير ذلك أنه طيب القلب، يعني الرجل عنده بعض ال يعني بعض النكت الخفيفة دائما لما تكون بين، يعني لما يتكلم مثلا بوجود اللاعبين وكذا، ف يعني حتى لما تجلس معاه ترتاح معاه شخصيا في الكلام اللي قاعد يتكلمه. وفي نفس الوقت دائما يتكلم مع اللاعبين في انه يعني شدوا حيلكم، والهلال هذا فريق كبير ولازم تخافون عليه. يعني دائما الرجل ما شاء الله تبارك الله كلمنا، يعني اذا تذكر كابتن يوسف، اذا تذكر بعض المواقف مع حماد الله يغفر له ويرحمه، يا ريت تذكرنا فيها. والله ما في مواقف معينه بالنسبه لي انا، لان تعرف انا في نهايه طبعا تاريخ الرياضي، فهو جاء في الفتره الاخيره. بس دائما انا والله اشوف النادي، والحقيقه يعني احس انه هذا مثلا مشجع فعلا يتابع الهلال في كل الاوقات، يعني حتى في التمارين يكون متواجد، يكون في حتى يمكن في المعسكر عندنا في النادي يكون متواجد خارج المعسكر طبعا احتراما للقوانين النادي وكذا. فانا دائما اطلع خارج المعسكر طبعا في نفس النادي، فتقابل اسلم انا وياه ونتكلم انا وياه، فدائما قلت لك انه يعني يحفزنا على المباراة، خاصة إذا كانت مباراة مثلا كبيرة وكذا، ودائما تشوف مثلا العلم الهلالي أو اللبس يكون دائما أزرق وأبيض، يعني ولبسه مميز هو، يعني أكيد أكيد محب ورجل يعني أقول لك بسيط جدا. و طبعا لما جاء الخبر البارح والله العظيم أنا تعبت نفسيا صراحة، قاعد أتذكر الرجل ليه، لأنه قابلته أكثر من مرة حقيقة. زي ما قلت لك انه رجل قلبه طيب، وغير ذلك انه يعشق الهلال بعشق جنوني صراحه. كابتن يوسف، بستغل وجودك معنا، كيف قضيت الحجر في الفتره الماضيه، تاثيرها عليك؟ والله في بيتي يا طول العمر طبعا، انا متقيد طبعا بال بالاجراءات، لكن انا متقيد ولا حطيت الامور يعني صعوبة، خليتها بسهولة جدا يعني. كيف تقضي وقتك مع الوقت بما انك قاعد في المنزل لك فترة طويلة، وش تسوي يا كابتن يوسف؟ يا اخوي انا عندي طال عمرك الريموت اغير فيه اللي انا ابغاه، يعني عرفت، من قنوات سواء كانت القنوات السعودية او غير ذلك. فهي حتى برضه متابعة المباراة القديمة اللي تنزلها احيانا التلفزيون السعودي، عرفت، في مباريات قديمه كانوا ينزلونها، فنشوفها ونتذكر طبعا المباريات هذه في تحليلاتها وفي امورها وفي يعني الحمد لله ما تعبت عليك. الله يعطيك العافيه يا كابتن يوسف على وجودك معي في هذه الفتره، وشكرا جزيلا لك.